طبعا تكريم جميل وحاجة بتحفزك انك انت تعمل حاجة احسن واحسن، وان مصر في قلوبنا ومصر جوانا ومصر حبيبتنا ومصر لازم نخدمها بكل ما فينا من طاقة، او يعني اقول لك ايه، لان مصر غالية قوي، مصر ام الدنيا، وان شاء الله هتفضل قد الدنيا مهما عملوا، مهما كان في فتن، مهما كان في ضغائن. فانا بقول افيقوا يا شعب يا عربي، افيقوا يا مصريين، افيقوا، لان العدو متربص بينا في اي لحظة وفي اي وقت وفي اي حين. مصر غالية علينا، علشان نحميها لازم كلنا نكون ايد واحدة، لازم نكون كلنا مرتبطين ببعض، لازم كلنا نكون شعارنا واحد، ان هو احنا بنحب هذا البلد وعايزين نحافظ على مصر وعلى الأمة العربية كمان. يعني لما مصر تبقى كويسة الدول العربية تبقى كويسة، مصر وحشة الدول العربية تبقى وحشة. الإعلاميين دورهم مهم جدا طبعا، هم دول الأساس، وهم دول اللي بينوروا بصيرتنا، هم دول اللي بينورونا بالأخبار بتاعتهم وبيقولوا لنا ايه الأخبار الصادقة، وعلى هذا الأساس احنا بنفهم في ايه في البلد. تأثير الفن اقوى من تأثير الاعلام؟ الفن لو بيقدم حاجة كويسة وعمل ناجح وعمل ذو قيمة مؤثر اكتر، لو مفيش عمل مؤثر فالاعلام مؤثر برضه. الاعلام له دور كبير جدا، معلش الفتره اللي فاتت دي يعني اللي حمى الاعلام هو اللي حمى مصر بفضل الله اولا واخيرا، هو الاعلام بصراحه. ما نقدرش ننكر قناه الفراعين، ما نقدرش ننكر لميس الحديدي، عمرو اديب، ما نقدرش ننكر كل دول، يعني دول كل الناس دول كانوا صادقين جدا. توفيق عكاشة كان له دور كبير جدا، يعني انا بقول كلمه حق تخلص ضميري من ربنا، انا لا ماليش علاقه باي حد خالص غير ان انا بحبهم من خلال الشاشه، ممكن اتقابلت معاهم لكن يعني العلاقه مش قويه قوي، لكن انا بقول اللي انا شايفاه واللي انا بتابعاه، ناس فعلا بتحب مصر من قلبها وده المفروض.